بنجدد الصباح لكم مشاهدينا ولكل انضموا ليكونوا معنا ويكملوا مشوارنا الصباحي لهذا اليوم. وصلنا لفقرتنا الحوارية الثانية اللي اخترنا نحكي فيها اليوم عن المواهب الشبابية الحلوة، ومعنا اليوم صبية مميزة بالعزف على آلة الجيتار. بدنا نقول صباح الخير لإنجي نعمة. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا فيك يا انجي. هلا طبعا ما بدي اقول للاشخاص يلي عم يتابعونا، انجي طالبه صف تاسع، رغم هيك تركت الدرس وحبت هيك تكون صبحيه معنا لحتى نتعرف اكثر على موهبتها. اول شيء خلينا نسالك عن الدرس، كيف الدرس؟ الحمد لله تمام. والتحضير الامتحان على الابواب، ما جاهزين؟ الحمد لله تمام ان شاء الله. يلا ان شاء الله. كيف عم توفقي بين درسك وعزفك؟ حسب، يعني بدرس شوي بعدين بعزف شوي، هيك يعني بحاول كل ما ادرس الشغله برجع بعزف شوي. منظمه وقتك يعني؟ ما كثير لا، يعني بس انه حسب، يعني ايمت هيك لما بمل بعزف. هو العزف باوقات الفراغ خلينا نقول يمكن زين يعني. اكثر شيء. طيب انجي، يعني انجي طالبه كمان، طالبه موسيقى، انت بمعهد محمود العجان سنه سابعه، ومن الطلاب اللي سمعنا انه مميزين جدا بالعزف على اله الجيتار. طيب خلينا نحكي من البدايات، ايمت بلشنا نحن بالعزف؟ انا بلشت لما كنت عمري 8 سنين. كنت صف ثالث وقتها. ثالث. فدخلت عملت امتحان قبول معهد محمود العجان وانقبلت. مين اللي شجعك انه تدخلي مجال العزف؟ اهلي كان دائما يشجعوني اني فوت اعزف وهيك، وحتى يعني انا من زمان كنت كثير، لانه بصراحه كنت كثير حب الكمان. كنت آلتي كمان كثير. هون بدي اسألك انه اليوم يعني كيف اخترتي الآلة؟ ليش رحتي على الجيتار؟ انا من زمان كنت احب الكمان، كنت كثير انه اشوف فيديوهات على الكمان، فبس انا وصغيرة كنت اقول انه آلتي الكمان اسمها جيتار، فانا كنت خربت بالاسامي، فقلت لهم لاهلي بدي جيتار، بس انا قصدي كمان. جابوا لي جيتار، انصدمت انه كيف كبير هيك لهالدرجة. بعدين انه اكتشفت ان هذاك اسمه كمان وهذا اسمه جيتار، بعدين دخلت جيتار. رضيتي بالنصيب؟ خلص اجى الجيتار على البيت يعني. بس حبيته شوي شوي يعني. حلو. وحبيتي الآلة يعني؟ حبيت الجيتار بعد ما تعلمتي وصرتي تعزفي عليه؟ صار حلو بالنسبة لك. والكمان شو؟ جربتي انه نحن بنعرف بالعجان ممكن تختاري آلتين انت تعزفي؟ على اساس هذيك السنة انه فوت آلة ما قدرت، هالسنة كمان ما قدرت، السنة الجاية ما بعرف إذا بيخلوني. طيب اذا كان في عندك مجال انك انت تكون في اله ثانيه مرافقه للجيتار، شو ممكن تختاري؟ كمان او بيانو. كمان او بيانو. حلو. طيب خلينا نسمع. تفضلي، شو بدك تسمعينا؟ في مقطوعه اسمها رومانس. تفضلي. هي انه كثير هيك بتكون مشهوره. صباح رومانس يا جماعه. الجيتار على فكره صوته من اصابع الصبيه الحلوه انجي. تفضلي. سلام. رايق كثير صوت الجيتار وهيك عند الصبح زينه، بخليكي تروحي يمكن تخيلي طبيعه تانية. انا يمكن هلا لما سمعت هيك خطر لي طبيعه وشجر اخضر تانية. صحيح ونهر وما بعرف شغلات يعني. انجي، يعني لما انت بتعزفي قلتي انه باوقات الفراغ، انما يعني لما بتعزفي انت شو يعني بتحبي انت تعزفي؟ مقطوعات بتسمعيها او هي انه انت اخذتيها متدربه عليها؟ متدربه عليها من قبل، او يعني بتسمعي على الفيديوهات او حسب. هلا احيانا بتدرب على المقطوعه اللي باخذها بالمعهد، او احيانا مثلا بسمع اغاني، بس مثلا اغاني اجنبيه
احيانا بحاول اعزفها، احيانا مثلا في فرقه اسمها 40 فينجرز كثير بحضرها، فاحيانا بحاول اعزف مثلهم يعني. بيطلع سماعي يعني؟ احيانا ما كثير يعني. هلا هو بده كثير تدريب يعني لحتى تقدر تعزفي سماعي، ما هيك؟ لا انا بقدر اطلع سماعي بس انه ما باحترافيه يعني. قديش بتتدربي مثلا على هي المقطوعة؟ قديش تاخذ وقت منك؟ حسب يعني شيء شهر او اسبوعين ما بعرف يعني، حسب المقطوعة؟ ولا حسب فضاوتك ولا حسب ساعات التدريب؟ حسب كل شيء. حسب كل شيء، حسب المزاج يمكن كمان. حسب كل شيء تماما. هلا بدنا نحكي كمان موضوع كثير مهم اللي هو الاستاذ المشرف عليكي، قد ايه مهم انه يكون هيك متواصل معك، رفقات انت وياه، الجو اللي بيكون اثناء الحصه الدرسيه لحتى تقدري انت تاخذي هيدي المقطوعه، حتى لو كانت مثلا انه انا ما بدي اياها ما حبيتها بس انه بدي اخذها هون. الاستاذ يمكن بيلعب دور انجي قد ايه، في رفقه، في ما بعرف بدنا نسميها حاله من التوافق بينك وبين الاستاذ. ايه الاستاذ رامي سبسبي طبعا موجه له تحيه كثير كبيره. الاستاذ رامي هو يعني هيك يعني هو لطيف مع الطلاب يعني، مثلا حصته بيمزح فيها شوي فهيك انه بيسمعك مقطوعات غير اللي عم تتعلميهم، فهيك بحببك بالآلة اكثر اكثر. فانه هيك هو هيك كثير جو مرح يعني ضمن الحصه، مش عمال مل نحن فمسلي الحصه ما انا ممله. التدريب بيصير بشكل جماعي ام فردي؟ انه بتحبزي اكثر التدريب؟ هلا التدريب لما بنروح على المعهد بنكون شيء 4-5 كل واحد على مقطوعة، فالاستاذ انه كل واحد هيك بمر عليه شوي انه مشان يحاول ينسق بيننا كلنا. تمام. كان لك مشاركات مع آلات اخرى او مثلا مع هيك فرقة او شيء؟ سنة 2018 طلعت حفلة عزفت لحالي، وب 2019 طلعت مع اوركسترا جيتارات. حلو. طيب خلينا كمان نسمع شو محضرتي لنا مقطوعة تانية. هلا ما بعرف انتي برداني انجي شوي. عنا دفع على فكرة. هلا خلينا نسمع كمان منك مقطوعة تانية شو محضرتي لنا. جراند فالز. تفضلي. هي كلها مقطوعات أجنبية. على الجيتار. لا ولا يهمك. فينا بنرجع من عيدة مرة تانية إذا بدك أنت. هلا يمكن هي شوي كمان كونها حافظتها للنوتة وعم تعزف من دون نوتة، وهذا شيء كتير يعني بده صعب. تركيز كتير. يلا يلا من عيد. برافو لك انجي. يعني هو كم من خلينا نقول مقطوعات يمكن وانت بدك تتدرب عليهم ومع التكرار تنحفظ النوته تماما بذهنك انجي، ممكن هيك يصير في خربطه معينه انه انا هلا نسيت شو العلامه اللي لازم اعزفها؟ احيانا هيك بتصير انه ممكن انسى شوي. هو واحد بيشرد ربما. تماما. فبس هو الاستاذ رامي يعني لما بيعلمك النوته مثلا اول شيء انه بيقريك اياها وبيحفظك اياها بنفس الوقت. فهذا الشيء انه بيعملنا اياه من لما فتنا بالمعهد اول شيء. لازم يكون عندك ذاكره هيك حافظيه حلوه صح؟ مشان ما تنسى شيء. قد ايه عندك كم من المعزوفات اللي حافظتيهم انجي خلال كل هالسنين هيدي بالبيت؟ في يعني كم منيح. في كم منيح. تمام. رأيي ان حواليكي لما بيسمعوكي انجي عم تعزفي سواء من اهلك من رفقاتك، وخاصه انه الجيتار من الالات اللي نحن بنقدر نحملها وناخذها محل ما بدنا نعمل جو هيك موسيقي حلو، خاصه هي رواق يعني اذا قعدت رواق كثير حلو يمكن يكون فيها موسيقى هاديه من الجيتار. كيف الحواليكي بيتعاملوا مع الموسيقى اللي بتعزفيها؟ لا فنان يعني
يعني اي حدا بعزفه انه بعزف له بيشجعني انه يكفي اكثر، انه دائما ابحث على شغلات انه اكثر وانه اتدرب اكثر. فهلا مثلا احيانا بنكون بالمعهد مثلا هيك انه نحن رفقات المعهد مميزين انه مثلا كل حدا بده يعزف بنشجعه دائما، فانا ما بعزف بيشجعوني، فحدا مثلا بيعزف بنشجعه هيك يعني. حلو حلو كثير، بالك من رفقاتك. في حدا بالعيله انجي بيعزف كمان او له اهتمامات موسيقيه؟ ما بعرف، لا انه بس ما بعرف، هلا ابوي من زمان كان يعزف دربكه يعني، بس الايقاع ايه بس انه ك في حدا في خيط يعني ايه بس انه كالات وتريه او شيء لا. حلو كثير. هي الالات الوتريه لها هيك خصوصيه يمكن بالعزف زينه، وخاصه الجيتار هو كونه اله غربيه يمكن نحن يعني قليل كثير يمكن المقطوعات الشرقيه او الاغاني اللي قادره انت تعزفيها. شي مره جربتي تعزفي شي اغنيه شرقيه او بدها جيتار او ما بعرف، ما بحس انه الشرقي ما بيلبق ما كثير بيلبق على الجيتار، ما بينجح يمكن ابدا. هلا هو هلا هو حتى مثلا اذا كان في اوركسترا معينه بتلاقي جيتار شخص او اثنين باوركسترا طويله عريضه يعني صح. فهو يمكن هيك بده عالمه الخاص، بده جوه الخاص. انجي صح. هلا مثلا بتحسي انه هلا الجيتار ابدا ما خرجه شرقي. انا هيك بحس يعني ما بيلبق، هو انه اساسه آلة غربيه فبتحسي انه لازم خلص انه على الغربي. حس اذا جربنا شيء شرقي بيطلع انه غريب. غريب هيك ما حلو. طيب بتستخدمي السوشيال ميديا اليوم، صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك الانستا، انه مثلا هيك تصوري فيديو ممكن تعرضيه للرفقات والناس، ولا بعدك لسه ما انك داخله هذا المجال؟ لا لسه ما كثير يعني، انه ما لسه ما كثير دخل بالمجال. بس انت اليوم عم تستخدمي الانترنت والسوشيال ميديا لا تسمعي يمكن اكثر ما انه تتدربي تسمعي تتعلمي صح. ايش طموحك انت مستقبلا؟ يعني هلا اليوم يعني نحن عم نحضر، عندنا بعد فتره قصيره امتحانات الشهاده الاعداديه، ان شاء الله يا رب التوفيق يا انجي وتجيبي علامات عاليه ان شاء الله. طموحك بعدين لوين، سواء بالموسيقى او شو حاطه هيك لمستقبلك انت؟ حابه انه هلا اكيد ادرس بالمعهد العالي للموسيقى. حلو. بجنب شيء انه بالجامعه او ما بعرف، جنب شهاده جامعيه ظريفه يعني حسب شو بتاهلك علاماتك يعني. هلا هلا انا بحب اغني بس صوتي ما كثير، بس يعني ما كثير انه 10 من 10 يعني، بس بحب اغني. حلو حلو كثير. جربتي شي مره تغني وتعزفي مع بعض؟ هلا هو شوي صعبه لانه بدها انه تركزي بالعزف وتركزي بالغناء، صعبه بس انه عم بتدرب يعني ما بعرف. ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله. يعني طموحك موسيقى يعني يكون هيك اكثر متميزه اكثر بالموسيقى او بالعزف على آلة الجيتار، وبعدين ممكن كمان او بيانو مثل ما قلتي. ان شاء الله. الختام رح يكون معك انجي، شو بدنا نسمع مقطوعه ثالثه؟ تفضل. لا بالوما تفضلي. يلا بس لحظه. شكرا كثير لك يا انجي، وبالتوفيق لك ونورتي صباحنا على هذا اليوم. ان شاء الله يا رب هيك بالامتحانات تحصلي على اعلى العلامات ان شاء الله، ونستضيفك بنجاح باهر سواء بالموسيقى او بالدراسه. شكرا كثير لك انجي نعمي، اهلا وسهلا فيكي.